قضية خاشقجي، العدالة قالت كلمتها، أحكام قضائية واجبة النفاذ بحق 8 مدانين مجموعها 124 عاماً، انقضاء الدعوى بشقيها العام والخاص وقانونيون، الأحكام مشددة. لبنان، زيارة إسماعيل هنية تثير الغضب والقلق، تساؤلات مشروعة بشان رسائل إيرانية حملها صندوق بريد حمساوي، ومخيم عين الحلوة بؤرة على خط الصراعات الإقليمية لطهران بمباركة حماس. البيوت تضررت انتهت وقعت، يعني هسه الواحد ذاته عشان يبني بيته ده مشكلة. النيل الغاضب يغرق السودان، فيضانات هي الأشد منذ نحو 100 عام تخلف أضرارا مفجعة. مركز الملك سلمان أول الواصلين إلى هناك، والجامعة العربية تقر مساعدات مالية، والعالم لم يحضر أحد. السلام عليكم ورحمة الله، طاب مساءكم بكل خير، أهلا بكم إلى حلقة جديدة في هنا الرياض. أسدلت المحكمة الجزائية بالرياض الستارة على الدعوى القضائية في مقتل المواطن جمال خاشقجي بشقيها العام والخاص بإصدار أحكامها بحق 8 مدانين بالسجن لمدد بلغ مجموعها 124 عاما، أحكام طالت كل مدان عدالة ناجزة وحق لابد أن ينفذ. فهذه الأحكام الصادرة هي الحق العام الذي لاحق المدانين حتى بعد أن سقط الحق الخاص بالتنازل الشرعي لذوي القتيل، إلا أن الدولة لم تتنازل عن حق مواطنها، والقضية التي اجتمع عليها كل من أراد التكسب والمتاجرة انتهت بتحقيق سعودي وحكم من القضاء السعودي. نناقش في هذا الملف دلالة الأحكام الصادرة الرسائل لمن حاولوا تسييس القضية. للعدالة مسار لا يمس، وميزان العدل لا يحيد عن الحق. عدالة ناجزة طويت معها قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي بعد إعلان النيابة العامة إصدار المحكمة الجزائية بالرياض أحكاما قطعية بحق المدانين في القضية وبصفة نهائية واجبة النفاذ. أحكام بحق 8 مدانين في القضية يصل مجموعها إلى 124 عاما. أبناء خاشقجي أعلنوا خلال رمضان الماضي التنازل عن حقهم الخاص بالعفو عن قاتل والدهم، بعد أن كانت المحكمة الجزائية أصدرت حكمها الابتدائي بالقتل قصاصا لخمسة متهمين في القضية، إلا أن العدالة أخذت مجراها بشأن الحق العام حتى وصلت إلى الأحكام الواجبة النفاذ. انتهت الدعوى الجزائية بشقيها العام والخاص، وأثبت قضاء المملكة مجددا أنه لا أحد فوق القانون، فالتحقيقات منذ أن أمر خادم الحرمين الشريفين بإجرائها كانت الشفافية والعدالة أبرز عناوينها، وجلسات المحاكمة شهدت حضور عائلة الفقيد وسفراء الدول الكبرى في مجلس الأمن وممثلين عن المنظمات الحقوقية، وتركيا التي رفضت التعاون منذ البداية والإدلاء بما لديها من معلومات رغم تقدم النيابة السعودية بالعديد من المطالبات الرسمية، وكل من تورط في القضية نال عقابه رغم محاولات التسييس واستغلال القضية ممن كان لهم مآرب أخرى. انتهت القضية التي صنفتها المملكة منذ البداية عملا إجراميا ومأساة كبيرة، لتوكل أمر العدالة إلى قضائها المستقل لمحاسبة كل من تورط بالقانون وبأحكام مشددة. فالشأن سعودي والمواطن سعودي والقضاء السعودي جلب الحق وأنهى القضية ومحاولات التكسب منها. أهلا بكم، أرحب بضيفي هنا في الاستوديو أستاذ العلم السياسي في جامعة الملك سعود دكتور مطلق المطيري. دكتور، نتحدث بداية عن دلالات هذه الأحكام الصادرة، مع أنه العالم الذين كانوا يوظفون هذه القضية السياسية صمتوا بعد الإدانات الأخيرة للمتهمين. طبعا يعني مثل هذه القضية اللي أخذت أبعاد كثيرة وتم المتاجرة فيها من بعض الدول وبعض الأطراف وبعض الكتل السياسية التي تسعى وتعمل بكل
نشاطها وقوتها من أجل التأثير على سمعة المملكة. إصدار هذا الحكم يجعلنا الآن نوقف يعني باعتزاز ونوقف بفخر ومساندة للشعب السعودي ولعائلة خاشقتي الذي تجاوزوا تجاوزوا بحسهم الوطني مثل هذه الادعاءات والتفوا حول قيادتهم وقاموا بسد منيع كسور واقي لأي دعاية لأي اتهامات ضد بلدهم وارتفعوا فوق حتى يعني مثل عائلة خاشقتي ارتفعت فوق آلامها لفقدت شخص عزيز عليها واعتبرت أن الوطن فوق كل اعتبار فوق الأهل فوق النفس فوق كل اعتبار. لكن ما الذي دعاهم لهذه الوقفة يعني أليس ثقة بأنه هناك من سيحاكم يعني أنه هناك عدالة ستأخذ مجراها؟ احنا في المملكة العربية السعودية مرينا في حالتين. حالة 11 من سبتمبر الذي أقاموا للمملكة العربية السعودية محاكمة سياسية وقضية اغتيال خاشقتي أيضا هناك محاكمة سياسية وهذه المحاكمة لا تقوم على الاعتبارات القضاء واعتبارات العدل واعتبارات التحقيقات الجنائية واعتبارات الأدلة ولكنها تقوم على المصالح السياسية وعلى بناء بعض الاعتبارات الغير أخلاقية التي قامت فيها الدول وبعض هذه الدول للأسف شقيقة وقامت ببناء شراكات سياسية وهذه الشراكات قائمة على الدفع في المال خاصة سواء في العالم الغربي أو في العالم العربي من أجل تشويه سمعة المملكة العربية السعودية. نعم هي قضية مؤلمة جدا القضية المجني عليه والجاني السعودي والمحاكمة تمت في المملكة العربية السعودية وأصدر فيها الحكم القضاء السعودي حكمه العادل والرضا على المستوى الشعب وعلى مستوى العائلة وعلى مستوى دولية وفوق هذا على مستوى وعلى مستوى القيادة هناك رضا تام بإجراءات القضاء. فبالتالي أي صوت يكون خارج عن هذا الرضا المتحقق بهذا الحكم يكون هو صوت عدو يجب أن نلجمه. طيب الآن ينضم إلينا عبر الهاتف من جدة رئيس مبادرة تكامل للمعونة القضائية المحامي ماجد قاروب. أهلا بك سيد ماجد. يعني نتساءل عن هذه الأحكام، لماذا هي أحكام بالسجن؟ لماذا يصفها بعض القانونيين بأنها مشددة؟ ولماذا بحسب البعض على وسائل التواصل لم يكن هناك القصاص؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هي أحكام عادلة وأنصفت القضية والمجني عليه وعاقبت المخطئين بالعقاب الجنائي بأحكام السجن التي أعلنت للجميع في هذا البيان. الدم والقصاص تنازل عنه أصحابه وبالتالي أصبحنا أمام مخالفة جنائية كبيرة أدت إلى وفاة شخص رحمة الله عليه، وأخذ القضاء مجراه في إجراءات قضائية حقوقية قانونية صحيحة وسليمة بكل استقلال وحيادية من اللحظة الأولى من التحقيقات ثم المحاكمات فإصدار الحكم من المحكمة الابتدائية والآن الحكم النهائي من محكمة الاستئناف التي أعطى أو حصل جميع المتهمين فيهم على حقوقهم وضماناتهم للتقاضي العادل. وكما تفضلتم في تقريركم حضرها ممثلين لجميع الأطراف ومحامينهم وأيضا ممثلي دول كبرى وكل من له شأن في محاكمة علنية عادلة منصفة للواقع والممارسة السعودية التي تؤكد على أنه لا أحد فوق الشرع والقانون وأن الشرع والقانون يطبق على كل كائن من كان. وفي الحقيقة هذه الأحكام شهادة تؤكد نصاعة القرار السعودي وصحته وسلامته وتطابقه مع صحيح القانون، وأي محايد أو منصف يعلم بماهية القانون والعدالة والقضاء طيب لابد أن يقف احتراماً أمام هذه الأحكام وتلك البيانات التي اختتمت بالبيان النهائي اليوم المنجز والمغلق لهذا الملف القضائي والقانوني. طيب سيد ماجد، يعني بما أنه هذه المحاكمة منذ البداية وتحقيق في القضية كان بحضور دولي وممثلين حتى من تركيا نفسها والمنظمات الدولية، فبالتالي هم يعرفون أسماء هؤلاء الذين أدينوا الآن والذين صدرت عليهم أحكام قضائية بالسجن تمتد إلى 20 عاما لبعضهم، لكن لماذا لم يسمى هؤلاء هنا طالما أن يعني هذه الأسماء معروفة؟ هل من أسباب أم أنه أمر متعلق بامتدادات الأسرة ربما؟
أبدا، المسألة مسألة قضائية قانونية. الإعلان أو التشهير بالأسماء في الأحكام الجنائية والجزائية سواء كانت وفق خلفية جنائية أو اقتصادية أيا ما كان، هذا الإعلان وفق آليات ونصوص أنظمة منصوص عليها في القوانين السعودية ونظام الإجراءات، ومعلوم لدى القانونيين ما هي الحالات التي يتم فيها الإعلان عن المحكوم عليهم والتي لا يكون فيها إعلان. وبالتالي كون أن البعض حاول أن يجعل من القضية رأي عام عالمي ودولي لا يعني أن ننساغ خلف تلك المحاولات البائسة اليائسة وإعلان أو ارتكاب أي مخالفة للقانون والعرف القضائي السعودي المطبق منذ عشرات السنين بما يتفق مع صحيح الشرع والقانون فقط ولا شيء آخر غيره. طيب هذا دليل على أن القضاء السعودي لا يتأثر بالإعلام ومحاولات تسييسه أو جره إلى ساحة غير ساحة العدالة والإنصاف. طيب أعود معك إلى نقطة التقاضي أو الاستئناف، يعني هل يمكن إثارة هذه القضية على أي مستوى أم أنه تعتبر يعني ناجزة بصدور هذه الأحكام؟ الحكم الصادر من محكمة الاستئناف حكم نهائي، والبيان قال أنه هذه القضية بذلك تعتبر مقفلة، لم يتبقى فيها سوى ذهاب المحكوم عليهم إلى السجن لإنفاذ عقوبة السجن عليهم. ويجب أن يعلم الجميع بالمناسبة فرصة أنه يعلم الجميع أنه المحكمة الابتدائية تكون من دائرة ثلاثية الأعضاء، ومحكمة الاستئناف في القضايا الجزائية من دائرة خماسية من خمسة أعضاء، وبالتالي هذا الحكم أخذ حقه من الدراسة والتفحيص والتمحيص من قبل ثمانية قضاة على درجتين من درجات التقاضي، وبذلك تعتبر القضية منتهية ويقفل عنها الحديث. شكرا. ولا يتبقى سوى إنفاذ الحكم على المحكوم عليهم. شكرا جزيلا لك المحامي ماجد قاروب رئيس مبادرة تكامل للمعونة القضائية، كنت معنا عبر الهاتف من جدة. ضربت إذن المملكة في قضية المواطن جمال خاشقجي مثالا في تحقيق العدالة وسرعة التقاضي. نتابع أبرز محطات تنفيذ القانون في هذه القضية ثم نواصل. طيب دكتور مطلق، أعود معك للنقطة التي أثرتها في موضوع تفجيرات سبتمبر واتهام السعودية كدولة كاملة بالوقوف خلف هذه التفجيرات، مع أنه كان هؤلاء لا يحملون جوازاتها في ذلك الوقت، يعني قد سحبت منهم الجنسيات والعالم يعرف أين كانوا يقيمون وكيف أتت كل هذه الحادثة. نفس الوضع تكرر مع قضية جمال خاشقجي، وهو ما لم نرى مثلا في قضية مقتل السفير الروسي في تركيا. الذي بالمناسبة حتى الآن لم يصدر شيء في هذه القضية حتى الآن. يعني مثل هذا يجعلنا الآن أمام، يعني مثل عندك القصدية لتشويه سمعة المملكة العربية السعودية، وعندما ذكرت أنا أن هناك محاكمة سياسية من 11 سبتمبر، والآن عندنا في قضية خاشقجي، وسوف يأتي ما بعد هذا الحكم ما نسمع من أصوات مزيفة، أصوات تريد أن تربك هذا الحكم وتريد أن تشوه هذا الحكم. القضاء عندنا قام بعمله، والأجهزة الأمنية قامت بعملها من ناحية الأقصد الجنائية والجنائية.
القيادة قامت بعمل جبار جدا بحماية إطارنا الوطني من جميع اختراقات سواء على الداخل أو سواء على الخارج. ولكن يبقى الآن أن نسأل عن بعثاتنا الدبلوماسية أين عملها بعد أن تم هذا العمل القانوني. نحن من الناحية القانونية ومن الناحية القضائية قامت بعملها الذي يرضي جميع الشعب السعودي ويرضي الله سبحانه وتعالى قبل ويرضي الشعب السعودي. هنا تم. ولكن ما هو عمل البعثات الدبلوماسية؟ ما هي شراكاتها ببناء صورة المملكة وسمعة المملكة؟ كيف تدير سمعة المملكة في الخارج؟ لأن نسأل عن دور الدبلوماسية السعودية في إدارة سمعة المملكة في الخارج. نعرف أن الإدارة السمعة السياسية تأتي في ظل أزمة. يعني أين المهارة الدبلوماسية في إدارة هذه الأزمة حتى نقدم الحق لمن أراد الحق ونفضح المزيف ونفضح العميل ونفضح المدلس. يجب أن تنشط الدبلوماسية السعودية. ربما يعني يكفي عرض وثائق التحقيق منذ البداية ومن شارك فيها من حضر من باقي يعني الدول العالم. عندنا مثل يعني شعبي مدرس سعودي يقول الحقوق تبيع الحلوق. يعني احنا حلقنا الدبلوماسية. يعني وين شراكاتكم هذه؟ وين تعاونكم مع يعني أنت تعتب على البعثات الدبلوماسية في مختلف دول العالم بأنه لم تنقل صورة ربما يعني هو معروف بالسمعة السياسية أنك لابد أنك بناء شراكات سياسية مع الدول التي تمثل فيها أو شراكات مع منظمات. يعني إيش مستوى هذه الشراكة إذا لم تفيدني في ظل أزمة إذا لم تفيدني في إظهار الحقيقة. طيب الآن نحن أمام حكم قضائي صادر من قضاء السعودي. القضاء السعودي مستقل والتعرض له هو تعرض للسيادة السعودية. الآن أرحب بانضمام الكاتب والباحث السياسي الأستاذ فهيم الحامد. أستاذ فهيم، استمعت إلى ما قاله ضيفي هنا وأيضا قبله كان المحامي ماجد قاروب، لكن ماذا عن الشفافية في المجال القانوني، عن شفافية السير في هذه القضية الشائكة؟ يعني منذ البداية حضور واطلاع دول مجلس الأمن الدائمة العضوية، تركيا، منظمات إنسانية من بداية التحقيقات حتى الآن. بداية تحياتي لكم ولضيفكم الفاضل. أهلا بك. وللدكتور ماجد، أنا لم أستمع طيب. فقط بل أنا استمتعت بالكم المعلومات التي يعني ظهرت من خلال الدكتور ماجد والزميل. عندما نتحدث يا سيد الفاضل عن الشفافية، يعني أعيدكم إلى اليوم الأول من بدء هذه التحقيقات وكيف تعاملت المملكة العربية السعودية بهدوء وبشفافية وبصراحة، التي للأسف الشديد أغمض عينيها عنها الإعلام الغربي المسيس وأبواق المتاجرين كما ذكر ضيفكم الفاضل والمسيسين لهذه القضية. المملكة رغم كل الظروف والضغوط والإعلام المعادي يعني المتيس المدفوع القيمة، تعاملت مع هذا الملف بكل هدوء كما ذكرت، رغم الضغوط الدولية. لكن المملكة لا تستمع ولا يمكن من يوم من الأيام تتقبل أي ضغوط. الشفافية في دولة القانون هو المشهد الذي يتصدر الحالة اليوم في المملكة العربية السعودية. ليست الشفافية في هذا الملف وإنما في جميع تعاملاتها، وأنتم تعلمون ذلك كيف كانت الشفافية هي التي تتصدر المشهد. فبالتالي نحن اليوم نسأل أو نتساءل الإعلام الدولي الذي أصبح الآن يزعم أنه هو صاحب المصداقية وصاحب الشفافية، أين هم من هذه الشفافية؟ تنازل أهل يعني الحق الخاص انتهى دوره والدولة والمؤسسات. لكن عفوا يعني أستاذ فهيم، يعني هل يمكن إلقاء اللوم كله على الإعلام أو على الجهات الخارجية، أم أنه علينا نحن دور في ذلك؟ يعني هناك تقصير كما قال الدكتور مطلق هنا بأنه يمكن أن نعطيهم الحقائق والصورة واضحة. أنا أحييك في هذه الشفافية، وهذا هو يعني جزء من الشفافية التي تتعامل فيها المملكة، كلامك وكلام الأستاذ الفاضل. نحن لا نتحدث يا سيدي عن الإعلام الدولي، ولكن اليوم نحن نتحدث بصوت عالي على المحاور المعادية، النظام التركي والنظام القطري والنظام الإيراني ومنصاتهم التي تم شراءها بمبالغ المالية.
المملكة تملك، الحمد لله تملك الحقيقة ولديها قصص نجاح. صحيح صحيح صحيح، نعم هناك في قصور في هذا الجانب، ولكن يعني يمكن أن تتخيل يا أستاذ، يعني أنت رجل إعلامي والأستاذ الفاضل رجل إعلامي، وكلنا يعني نرغب ونرغب ونرغب ونتمنى، ولكن حجم الإعلام المعادي والإعلام الغربي كان كبير. المملكة العربية السعودية تعمل بصمت، واليوم it's never too late زي ما يقولوا، ليس هناك يعني شيء انتهى. نحن اليوم لدينا الحجة ولدينا الحقيقة جاي. وإن شاء الله يعني مع 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 دعم كل المنظومة الإعلامية سواء الرسمية والخاص نستطيع أن نوصل رسالتنا رسالة الحق والحقيقة. شكرا جزيلا لك الكاتب والباحث السياسي الأستاذ فهيم الحمد. رسمت زيارة إسماعيل هنية إلى حسن نصر الله صورة واضحة عن الرجلين اللذين لا يمثلان بلديهما، فلا أعلام لبنان ولا فلسطين، فقد حضرت في الخلفية صورتا الخميني وخامنئي في دلالة على تبعية الرجلين. زيارة أغضبت اللبنانيين، وزاد من غضبهم تصريحات هنية التي أكد فيها أن الصواريخ التي ستطال تل أبيب موجودة في العاصمة اللبنانية بيروت وستنطلق منها. تصريحات اعتبرت تعديا على سيادة لبنان وتدخلا سافرا في شؤونه، فبأي حق يتحدث هنية عن سلاح لبنان وكيف سترد الحكومة؟ ثم ألا يؤكد ذلك ما قاله سمير جعجع من أنه بدلا من أن يدخل حزب الله في كنف الدولة دخلت الدولة أكثر فأكثر في كنف حزب الله، وإلى متى سيبقى الحال هكذا؟ في الداخل الفلسطيني حماس تهادن إسرائيل، لا بل تعقد صفقات سرية معها برعاية قطرية. إسماعيل هنية خانته الجرأة السياسية لكشف تواصل حركته مع إسرائيل، لكنه في المقابل وجد منها ما يكفي ليهدد تل أبيب من قلب بيروت. فرئيس المكتب السياسي لحماس الذي حل ضيفاً على حزب الله وعلى دويلة السلاح أسقط من حساباته الأوضاع الدقيقة التي يعيشها لبنان، فاستباح الأرض اللبنانية وانتهك سيادتها متوعداً إسرائيل بضربها في العمق. اليوم المقاومة في غزة تمتلك صواريخ دكت تل أبيب وما بعد تل أبيب. إسماعيل هنية هدد إسرائيل من مخيم عين الحلو الجنوبي، وغادر تاركاً اللبنانيين في ريبة وقلق، ومؤكداً أن لبنان يخضع مجدداً لتوظيف إيران ولخدمة أهدافها في المنطقة ولو على حساب الشعوب. فحزب الله وحماس وغيرهما ممن يطلقون على أنفسهم محور المقاومة يخضعون لإمرة المرشد والولي الفقيه. لبنان ساحة مستباحة يمسك بها حسن نصر الله، وبالتالي قادر يعني يقدم خدمات كبيرة للإيراني. لذلك هنية مثل حسن نصر الله، مثل الخزعلي، مثل قاسم سليماني، كله بيشتغل عند الجانب الإيراني، وبالتالي هن يأتمرون بالأجندة الإيرانية وبالأوامر الإيرانية. لبنان الذي ما زال يلملم جراحه جراء جريمة انفجار مرفأ بيروت وما يمر به من ظروف اقتصادية غير مسبوقة في تاريخه ومن ثقة شعبية مفقودة بالسلطة الحاكمة، لا ينقصه المزيد من محاور الدمار والفوضى ولا يتحمل أن يبقى صندوق تبريد إيرانية. على حزب الله أن يكف عن تدخلاته الخارجية السافرة غير المبررة في شؤون وشجون أكثر من دولة عربية، وأن يكف عن لعب دور رأس الحربة للمشروع الإيراني المتمدد والمتوغل في المنطقة العربية. حزب الله الذي يختصر كل الدولة، ها هو وبخطوة استفزازية وأثارت موجة استنكار عارمة أمر بلدية الغبيري بتغيير اسم الشارع الفاصل بين طريقي مطار بيروت القديم والجديد ليصبح شارع الشهيد قاسم سليماني، ليجتمع على لبنان في الوقت ذاته نصر الله وهني وسليماني. مرسل كرم، الإخبارية، بيروت.
أهلا بكم مجددا. نواصل مع أستاذ الإعلام السياسي في جامعة الملك سعود الدكتور مطلق المطيري، ومن طرابلس أرحب بانضمام اللواء أشرف ريفي مدير قوى الأمن الداخلي اللبناني سابقا. لواء أشرف، أنت وجهت رسالة إلى إسماعيل هنية أو كلمة بالتالي، لكن عندما يتحدث هنية عن السلاح الذي سيستهدف إسرائيل أو تل أبيب وأنه موجود في بيروت، لم يتحدث عن الضاحية التي كان يزور حسن نصر الله هناك، ما دلالات مثل هذه التصريحات؟ دلالات للأمانة يعني استتباع للمشروع الإيراني، هذا اللي نرفضه كلبنانيين ونبهته الحياة للأمانة. لبنان ما هو الدور الإيراني اليوم؟ هل استتباع المخيمات للمشروع الإيراني، هل استتباع لبنان المشروع الإيراني هو لصالح القضية الفلسطينية؟ الكل بنعرف أنه سلاح إيران سمى لواء أحد الألوية فيلق القدس، قاتل في كل الساحات العربية ولم يقاتل لرصاصة واحدة نحو القدس للأمانة. مشان هيك قلت له حياة المشروع الإيراني مشروع نفاق، يأخذ من القضية الفلسطينية رداء فقط لا غير، وبالحقيقة الأمر هو يخدم المشروع الإيراني أكثر مما يخدم المشروع القضية الفلسطينية. يعني هل بدأ ذلك واضحا من خلال الصور التي كانت موجودة الخميني وخامنئي في الغرفة؟ لا أعلام لا للبنان ولا لفلسطين هناك. فرحنا بعنوان اللقاء ببيروت أنه محاولة لتوحيد محاولة توحيد الساحة الفلسطينية. فجأة نشعر أن هناك الوقت الأكبر قضي باجتماع مع حسن نصر الله، باجتماع مع قيادة حزب الله، بنشاطات ودعوات لترجيح الكفة الإيرانية على اللبنانيين وعلى القضية الفلسطينية، ووقت اللي بينادي أنه بمخيم عند الحلوة أنه هو مخيم المقاومة. ماذا يقصد المقاومة؟ المقاومة الفلسطينية والمقاومة حزب الله. مقاومة حزب الله مقاومة نفاق ولا علاقة لها بالقضية الفلسطينية نهائيا. ولبنان اليوم الكل بنعرف تماما عنده ظروف استثنائية خاصة جدا. لبنان نعم حيا لم يعتبر حتى وفقا للجامعة العربية دولة مواجهة ودولة مساندة، جعلوه للبنان هو دولة مواجهة الوحيدة حاليا الحياة للأمانة. والكل بنعرف ظروف الوضع العربي، بنعرف وضع اللبناني بشكل أساسي، ولبنان لم يندمج جرحه بعد من انفجار مرفأ بيروت اللي بواسط بكل أسف الحياة إذا بدكم تآمر من حزب الله تفجرت نعم ما يشبه القنبلة الذرية في بيروت وأودت بحياة حوالي 200 شهيد لبناني ودمرت الحياة أغلب أكثر من ثلث العاصمة. طيب دكتور مطلق، يعني أليس لافتا في الحالة اللبنانية أنه الدولة أصبحت هي حزب الله، هو من يستقبل هو من يتحدث، وحتى ضيوفه وكانوا ظهر في مؤتمر صحفي إسماعيل هنية يتحدث عن سلاح لبنان وأين يجب أن يوجه؟ طبعا في بداية حديثك أنه حتى سأل الضيف أن الصور الموجودة هي صور لخمني، وهم يمثلون هذه الزعامة ويمثلون هذه القيادة ولا يمثلون لبنان. نجح حزب الله ونجحت حماس بأن تنقل القضية الفلسطينية من بعدها العربي إلى بعد آخر، البعد الميليشي الذي يتحرك بأوامر إيران. ولكن للأسف الشديد أن تريد الآن مثل ما يعني ذكر الضيف أن حزب الله أنه على سيطرته على مثل لبنان، الآن يريدون أن تكون هذه أن تتحول لبنان ليس لحزب ولكن إلى ميليشيا بإيد إيران. والدليل على ذلك أن هنية لم يزر حسن نصر الله، من رئيس الدولة مر على رئيس البرلمان على المفتي على كذا، هل هؤلاء كلهم يأتمرون بأمر إيران أم جاءتهم يعني رسائل من إيران عليكم أن تستقبلوا مثل إسماعيل هنية الذي يعني يعلن عن تضامنه مع حزب الله المتهم بإخضاع لبنان كلها تحت بقوة السلاح. وهذه الزيارة جاءت بعد ماذا؟ جاءت بعد انفجار المرفأ، جاءت بعد الحكم الذي صدر على قتلة الحريري الذين مرتبطين ارتباط وثيق بحزب الله. ومثل هذه الزيارة من أجل أن تعطي إشارات يتوهمون إلى الآن أنها تعبر عن ثقافة المقاومة وأن هؤلاء هم رموز المقاومة، هؤلاء هم رموز الخيبة العربية، هؤلاء هم رموز الخيانة العربية، هؤلاء هم عملاء إيران الذين شتتوا العالم العربي، هؤلاء هم الذين ضربوا القضية الفلسطينية، هؤلاء هم الذين قتلوا الشعب الفلسطيني وشتتوا قضيته. هذا سلاح يأتمر بأمر إيران، هذا سلاح يأتمر بأمر الملالي وليس بقوة ودافع الوطنية القومية العربية.
العربية. ما رأيك لواء أشرف؟ يعني هل كان يحمل هنية رسائل من إيران إلى المسؤولين اللبنانيين، أم أن هناك ربما، وأنت تحدثت عن مخيم عين الحلوة، هل هناك نية بالسيطرة على المخيمات الفلسطينية من قبل حماس بدعم إيراني، أم هو كما حذر منه بعض اللبنانيين عودة للعمل العسكري الفلسطيني إلى لبنان والذي انتهى في العام 82؟ أول شيء خلي وجه تحية لضيفك وبقوله الحقيقة الأمانة أنا أوافق على كل ما قلته، وبأكد تماما أنه بالنهاية ما هو الفاصل أو الفارق ما بين زيارة إسماعيل هنية وزيارة قيس الخزعلي إلى لبنان؟ الحقيقة الكل يحمل إذا بدك رسائل إيرانية سواء مباشرة أو غير مباشرة، ونحن اليوم أنا وقت اللي وجهت رسالة لإسماعيل هنية تعمدت له أنه أنا من مدينة الحبيبة طرابلس لبنان عم خاطبك، أنا باسمي الشخصي وباسم وسام الحسن وسام عيد الشهيدين الكبيرين أخاطبك لأله فعلا من تلتصق فيهم هو قتلة شهدائي. نعم حزب الله قاتل وسام الحسن، حزب الله قاتل وسام عيد، وأنا باسمه خاطبت إسماعيل هنية لأله غير مسموح نهائيا إما أن تكون في الموقع العربي في الموقع الفلسطيني لفعلا لنكون لحنا مقاتلين أو مدافعين عن فلسطين الحقيقية، ولا أن تكون بالموقع الإيراني نحن لا نرحب بك ولن يعني ولا نصفك لوجودك ولا لأقوالك نهائيا. نعم عندنا الجرأة وعندنا الشجاعة نقول لك بالنهاية لن نكون ولاية إيرانية أو محافظة إيرانية نهائيا. ذكرت بمخيم اليرموك اللي شارك فيه عناصر حزب الله في قتل الشعب الفلسطيني، ذكرت أنه بالنهاية حتى أنتم كفلسطينيين يعني وحدتكم ولو على ضعف أفضل من تفرقكم ولو على قوة بسلاح إيراني. السلاح الإيراني لا يخدم القضية الفلسطينية إلا لاستخدامه فقط كرداء وكبرداية فقط لغير لمشروعه الفتنوي لمشروعه التدميري لمشروعه التقسيمي. نعم ما حصل في فلسطين، الضفة كانت لحالها وغزة كانت لحالها وكانت دولة واحدة، وبالكاد بعد فلسطين أصبحت دولة للأمانة، فرقهم السلاح الإيراني. عشان هيك هذا المشروع كان. لكن ماذا عن عودة العمل العسكري الفلسطيني المسلح في لبنان لواء أشرف؟ يعني هل تتوقع أن يعود ما قبل العام 82 على الأراضي اللبنانية وعبر حماس؟ لا لا الأمانة أغلب الشعب الفلسطيني واعي تماما، الشعب الفلسطيني خرج من وحول الأزمة اللبنانية من وحول اللبنانية، ونحن حقبا لا نريد أن يعود العنصر الفلسطيني كأداة على صراعنا اللبناني اللبناني. وبنفس الوقت تمام الحقيقة أنه بالنهاية القيادة الفلسطينية غير لا تقبل بهذا الدور، وهذا الدور أساء للثورة الفلسطينية أساء للقضية الفلسطينية. نحن كلبنانيين نحن الآن نقوم بدورنا ضمن إطار إذا بدكم الاستراتيجية الجامعة العربية، مش استراتيجية الحقيقة إيران واستراتيجية حزب الله. حزب الله يحاول أن يحول لبنان إلى فعلا كأنه محافظة إيرانية، نحن باللحم الحي صمدنا وسيكون صوتنا كان صوتنا مرتفع وسيبقى صوتنا مرتفع، لن نتحول إلى محافظة إيرانية نهائيا. حركة حماس وبالغطاء السني تلويح بنصرة القضية الفلسطينية، والعمل الحقيقي يتجه بما يخدم الأجندات الإيرانية. نتابع ثم نواصل. طيب دكتور مطلق باختصار، ما هي أهداف حماس من وراء هذه التحركات؟ هل تواجد في لبنان سياسي عسكري أم سيطر على الضفة الغربية وبدعم من إيران ربما؟
طبعا هم الاثنين هم هي رساله للبنانيين ان حزب الله قوي وان حزب الله مسانده قويه من ما يسمى رجال المقاومه وجنود المقاومه واشاوس المقاومه وان هؤلاء يمتلكون ايضا ارض وقوه مقاومه داخل لبنان ممثله بالمخيمات الفلسطينيه الموجوده، وبالتالي يريدون ان يضحوا حتى في الاعتبارات اللاجئين الذين يعني احنا نعرف ان كانت اللاجئين 14 مخيم الان تحولت الى 12 مخيم بسبب بعض هذا الشغب وبعض هذا الفوضى الذي يسعى بعض الاطراف الفلسطينيه لتحقيق فوضى داخل لبنان، والان هم يريدون ان يعني يوجهوا رسالتهم للبنانيين بالاساس أننا نستطيع أن نفجر الوضع في الداخل سواء على مستوى المخيمات الفلسطينية أو على مستوى سلاح حزب الله، ولا لها داعي يعني دخل في قضية مثل عن إسرائيل أو مثل محاربة المقاومة. الموجود المطلوب الآن تحصين مواقع ومكاسب حزب الله اللي هي بالتالي هي مصالح إيران، وحتى أن تنقشع مثل هذه الغمة على رؤوسهم ينتبهون إلى كارثة. طيب لواء أشرف، يعني كيف سيكون رد الحكومة إذا كان هذا الغضب الشعبي سيحرجها، أم أنه هناك تماهي ودخول للحكومة بشكل أكبر ومكثف في حزب الله؟ أرجو أن لا تقيم أي وزن للسلطات الرسمية. السلطة الرسمية مستتبعة لحزب الله، رئيس جمهوريتنا هو رئيس إذا بدك المشروع الإيراني، حكومتنا سواء كانت تصريف الأعمال خاصة تصريف الأعمال هي حكومة مستتبعة لحزب الله، وكذلك الأمر حي مجلس نواب أغلبيته مع حزب الله وحلفائه. عشان هيك أنا برأيي حط على جنب كل السلطات. طيب. ألو تسمعني؟ نعم نسمعك. أنا لا شأن لي، يعني أنت تستطيع أن تقول. نعم تفضل. ألو تفضل واصل. إذا عم تسمعني أنا مش عم بسمع شيء. واصل سعادتي، نحن نسمعك. طيب انتهى الاتصال مع اللواء أشرف الريفي مدير قوى الأمن الداخلي اللبناني سابقا، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من طرابلس. أعلن مجلس الأمن والدفاع بالسودان حالة الطوارئ بعموم البلاد، والتي أصبحت منطقة منكوبة بعد تجاوز معدلات الأمطار والفيضانات هذا العام للأرقام القياسية، ما أدى إلى وفاة عشرات الأشخاص ودمار آلاف المنازل. دول معدودة أرسلت مساعدات عاجلة. نتساءل في هذا الملف عن سر غياب باقي الدعم العربي والدولي، لماذا يظهر التعاطف والدعم في حال وقوع كارثة في أوروبا أو حتى أمريكا ويغيب في الدول العربية أو الفقيرة؟ هل انتهى التعويل على سد النهضة في الحد من الفيضانات بالسودان؟
أهلا بكم. واصل مع الدكتور مطلق المطيري، وأرحب بانضمام الكاتب والباحث السياسي السيد محمد جميل. أهلا بكما سيد محمد. يعني هذه الفيضانات في السودان الآن، لكن برغم أنه هناك دول معدودة جدا عربية قدمت دعما سريعا وعاجلا إلى السودان، لكن ماذا عن باقي الدول؟ إلى ماذا يحتاج آلاف المنازل الآن هدمت في السودان؟ نعم، شكرا لك وأرحب بالدكتور. أنا أعتقد هذه المسألة الآن طبعا أصبحت كارثة. يعني هي منطقة منكوبة السودان. أيوة، ووزارة الداخلية أصدرت بيان وأعلن أن السودان منطقة كوارث على مدى 3 أشهر يعني. والآن طبعا جاءت مساعدات طبعا، وعلى رأسها مساعدات مركز الملك سلمان والمصريين كذلك والقطريين والأتراك. لكن أعتقد أن يعني السودان في حاجة إلى دعم أكثر من ذلك بكثير يعني. طبعا معروف انه اوضاع كورونا تلعب دور كبير في انه الناس الحركه تكون برضو يعني مزعجه، بالذات الطيران الدولي. لكن من الاهميه بمكان انه لم تمنع كورونا من ارسال مساعدات الى الولايات المتحده، سواء من روسيا او من دول عربيه، ولم تمنع من ارسال مساعدات الى ايطاليا ربما حتى في هذا الصدد. صحيح، وكذلك الان طبعا حتى الان الوقت شويه، حتى الان يعني مضى اسبوع تقريبا يعني حتى الان، لكن حتى أصيب نفسها غرقت الآن يعني. بالإضافة لأنه هذا الفيضان منسوب المياه في بحيرة فكتوريا أعلى منسوب منذ في التاريخ. بحيرة فكتوريا التي ينبع منها النيل الأبيض. يعني النيل الأبيض هذا ما له علاقة بالنيل الأزرق بتاع أصيبية. السودان دولة مصب ومنبع. لا، هي دولة ممر. ممر ومصب. لكن هناك أنهار صغيرة. في روافد صغيرة. أيوة. لكن النيل الأبيض ينبع من بحيرة فكتوريا، وبحيرة فكتوريا هذه الآن لأول مرة في التاريخ يرتفع منسوب المياه بهذه الطريقة. طبعا في نقطة مهمة أيضا، النظام السابق طبعا لعب دور كبير جدا على مدى 30 سنة، ما هي جسور وما هي بنية تحتية، وكان الفساد الكبير الذي يعني ضرب السودان من خلال نهب ثروات السودان ومن خلال الإهمال في المرافق الأساسية والمدنية، هذا لعب دور كبير جدا. ولذلك الحكومة هذه الآن يدوب يعني تتلمس خطاها وكذلك. لكن ايضا الدول الافريقيه من حقها ان يعني ان تلعب دور في اعانه السودان. لكن الناس عاده المصريين عامه السودانيين بيعول على الخليج وعلى المملكه العربيه السعوديه، ومركز الملك سلمان طبعا كان من المراكز الاولى المبادره طبعا. والجيش المصري ايضا يعني حرك جسر جوي، والجامعه العربيه ايضا هناك. والان حندوق قبل ساعه اعلن ان مدينه سنار، الضرر الذي في سنار التي هي مدينه تضخم الاصيبه في النيل الازرق، لا يساوي معظم الضرر في المناطق الاخرى. بالاضافه الى شرق السودان في مدينه طوكر في شرق السودان ايضا فيضان اغرق المدينه يا شبه كامل يعني. وهذه طيب كلها مأساة كبيره يعني. دكتور مطلق، يعني موضوع التباين هنا، كثيرون تساءلوا عن او قارنوا بين الوضع الان في السودان وبين ما حصل اثناء احتراق كنيسة نوتردام في فرنسا، ورفع أعلام فرنسا والتعاطف الكبير مع أنه لم يحصل هناك ضحايا ربما في هذا الحريق، وهناك المساعدات التي كانت تقدم لدول غنية حتى للولايات المتحدة في أزمة كورونا لمساعدتها على تجاوز الأزمة. وهذا دليل أن الإعانات الغربية أنها مبرمجة على اعتبارات خاصة بكل دولة، وأنها بعيدة جدا كل البعد عن البعد الإنساني، بل هي من ضمن التوظيف السياسي لتحقيق مصالح مباشرة للأطراف الغربية بالذات. وإذا عولنا على البعد الإنساني لإنقاذ السودان من هذه الكارثة الطبيعية سوف يغرق أكثر وأكثر. السودان كان يحتاج المساعدة قبل هذه الكارثة الطبيعية. فلماذا دائما اللعب على الوطن الإنساني واستغلال هذا الأمر؟ وهنا دليل واضح أن مثل المنظمات الأجنبية التي ترتبط في المؤسسات الغربية بالذات ما هي إلا مقدمات لإصطياد المصالح السياسية لتلك الدولة أو تلك الدولة، وليس لاعتبارات إنسانية، ولكنهم يستخدمون البعد الإنساني من أجل التأثير على الشعوب المحلية حتى تمرر مصالحهم، ولا يكون هناك إعاقات لهذه المصالح باسم المساعدات الإنسانية. نعرف أن مثلا الغرب، مثل العالم الغربي هو غزو لهذه المنطقة في كذا مرحلة. أول مرحلة ما يسمى هو المد التبشيري، والآن المد الاستعماري كان، والآن هو البعد الإنساني. يعني هم رافتهم المنظمات الإنسانية، وكلها تمثل غزو مباشر للمنطقة منذ تدخلت هذه المنظمات
المنظمات الإنسانية وشاركت في كتابة وتقارير ومن أجل الدفع بإصدار قرارات تتهم بعض الدول على اعتبارات إنسانية، ونحن نرى مثل هذه الانهيارات ونرى مثل هذه الفوضى. ولكن عندما تكون هناك أزمة وكارثة طبيعية أمر فيها خالق السماء أن تقع على على هذه الأرض، لا نرى من يمد يد. كان هناك مساعدات وصلت لإفريقيا في سنوات ماضية وهي مواد غذائية ومنتهية الصلاحية. لأنهم عندهم مثل السودان مصالحهم، لأن مصالحهم في تلك الدولة منتهية صلاحياتها، فبالتالي يرسلون أشياء منتهية صلاحيتها. طيب، ماذا عن سد النهضة؟ كان هناك تعويل سيد محمد جميل على أن يحد من الفيضانات في السودان، ومع أنه بدأ عملية ملء السد ولكن هذا لم يحصل. صحيح، طبعا الملء ما بقى، يعني ما كان ملء مباشر، كان ملء يعني معين، حد معين. لكن أنا أعتقد أيضا أثيوبيا الآن، طبعا الآن المعلومات والأخبار أنه حتى أثيوبيا في منطقة أديس أبابا أو منطقة الأورومو جاء فقر كبير جدا جدا، فقر كان. لكن أنا أعتقد برضو الإنترنت لعب دور كبير، لأنه فيها هاشتاج للسودانيين اسمه من قلبي سلام، من قلبي سلام الخرطوم. هذا الهاشتاج عمل ترند كبير وأثر ولفت الأنظار للعالم الخارجي. من أين صدر؟ صدر من الخرطوم. من الخرطوم، من السودان. نعم. وهذا كان لعب دور، انت عارف الميديا الاعلام الجديد لعب دور كبير جدا في التسريع بالاخبار وبلفت الانظار لجهات اخرى. بالاضافه لانه من القضايا الاساسيه ايضا في هذه النقطه ان السودان كان معزول اصلا. السودان كان معزول على مدى 30 سنه، يعني السودان لا توجد فيه الان بنيات اساسيه. وكان في عقوبات تمت في عام 1993 وحتى الآن لم ترفع إلا في 2017. فحتى المنظمات الإنسانية لم تستطيع أن يعني أن تصل بالإعانات إلى منكوب الحرب، لأنه في إعاقات أساسية. فلذلك السودان يعني بصورة عامة ممن يعني نحن نراها موجودة في مواطن الصراع، يعني هذه المنظمات الإنسانية. لا، أيام الصراع بين النظام السابق وبين الحركة الشعبية كان هناك حاجة اسمها وقف العدائيات. هذه وقف العدائيات لكي يمرر الغذاء والدواء. لكن هذه وقف العدائيات لم يمنع من ذلك، فالمنظمات لم تستطع أن تصل بالغذاء والدواء للجهات المعنية. هذا يلعب دور في انه السودان اصلا كان نتيجه لعزله تمت 30 سنه وايضا ادراجه في قائمه الارهاب. هذا كله لعب دور في انه السودان يبقى معزول، واعتقد هذه العزله لعبت دور كبير جدا جدا في التعتيم على ما اصاب السودان. لكن الميديا الجديده او الاعلام الجديد لعب دور كبير عبر الترند وعبر هاشتاجات التي طيب. يعني لفتت انظار. سد النهضة على بعد حوالي 15 كيلومترا من الحدود الاثيوبيه السودانيه، ولكن هناك تحذيرات من انه قد يكون هذا السد أساسا هدفا للفيضانات القادمة، وقد لا يصمد أمامها، ما يعني أن الكارثة ستكون أكبر على السودان، على مصر، على إثيوبيا. أنا أعتقد بخصوص قابلية السد أو بخصوص بناء السد، أعتقد هذا سد جديد لسه، وحتى القضايا الفنية المتصلة بالسد وبإشكالات السد حتى الآن ما فيها يعني ما في معلومات أكيدة عنها. لكن أنا لا أعتقد أنه السد حيلعب دور في أنه يعني، بالعكس، إذا كان هذا السد الآن سيلعب دور في انه يحجز مياه لكان لعب دور في انه حد من هذا الفيضان الضخم جدا. بالاضافه لانه اثيوبيا نفسها غارقه الان، مدن يعني في اثيوبيا غرقت بسبب في فيضانات حصلت في الهضبه الاثيوبيه، وحتى في اوغندا التي فيها بحيره فيكتوريا التي ينبع منها النيل الابيض، حتى هذه البحيره لاول مره في التاريخ يرتفع فيها مستوى المياه. طيب، هل هذا مدعاه لان يعاد النقاش بين الدول الثلاث، مصر، اثيوبيا، السودان؟ لانه حتى كان في الداخل السوداني هناك من يقول بانه سينهي معاناه السودان من الفيضانات ويروج لسد النهضه. يعني احنا لا نترك ان تقع الكارثه وبعدين نختبر ان هذا السد هو يصلح ولا لا يصلح، يعني عرفت ولا لا. يفترض ان تكون مثل هذه المعلومات ومثل هذه انها معروفه مسبقا، ان لا حدث كذا ياتي كذا، وما هي وظيفه السد، وبالتالي لابد ان تتحرك مثل هذه الدول حتى تستطيع ان تساعد نفسها لاجل تجاوز مثل وقوع مثل هذه الكارثات. اما ان الاختلافات السياسيه والاعتبارات، يعني كل بلد ينظر لنفسه ومصلحته الخاصه على حساب الدول الاخرى، سيولد كوارث يعني تتلو كوارث. فلا بد انهم يرتفعوا على بعض هذه الخلافات ويصيغوا اي حل يعني مناسب لمثل هذا. يعني برغم كل هذه المأساة التي عاشها ويعيشها السودان، هل تتوقع ان تكون يعني على راي المثل رب ضار نافع، وان يكون هناك
تحقيق اختراق في المفاوضات السودانية الإثيوبية المصرية؟ أنا أعتقد ذلك، أعتقد أنه هذه طبعا رب ضارة نافعة كما قلت يعني، وهذه أيضا يعني بلاء من الله تعالى. لكن أنا أيضا أظن أنه الآن حتى المجتمع الدولي، حتى الولايات المتحدة كان عندها معونات ضخمة لأثيوبيا جمدتها كضغط كورقة ضغط على الأثيوبيين، وهذا يتجه بالاتجاه بأنه سيكون في ضغط عالمي على أثيوبيا لكي تصل إلى تسوية حقيقية تضمن مصالح متعادلة ما بين الشعوب الثلاث. ويعتقد أن الأثيوبيين الآن تحت ضغط كبير جدا جدا من خلال الولايات المتحدة ومن خلال التهديد بالشكوى. حتى السودان هذا يعني لوح بأنه قد يشتكي أثيوبيا إلى الأمم المتحدة أو يعني الخارج. فبالتالي أنا أعتقد أنه هذه الضغوط كلها سواء كان ضغوط من قبل البلدين اللي هو السودان ومصر أو من قبل المجتمع الدولي أو من قبل الولايات المتحدة ستلعب دورا كبيرا جدا جدا في الوصول إلى التسوية ما بين الدول الثلاث من أجل صيغة عادلة لتقسيم المياه بدون أن تضر دولة بدولة أخرى. طيب الآن حكومة حمدوك يعني ماذا يمكن أن تفعل؟ هل يؤثر ما حصل على ملفات أخرى واستحقاقات أخرى ملف السلام؟ بالتأكيد بالتأكيد ستلعب دور في أنه حيعيق أي شيء، لأنه الآن كل موارد السودان كلها مخصصة لدعم منكوبي هذه الفيضانات. الآن كل الميزانية في السودان وتحتاج أيضا لأنه هي منطقة كوارث تحتاج إلى أيضا إلى جهود ودعومات من خارج السودان. فبالتالي الآن كل شيء مثبت وتحت خدمة آثار الضرر الحاصل من الفيضانات هذه يعني. فأعتقد أنه ده يلعب دور في يعني في ملف السلام بصورة من الصور يعني. شكرا جزيلا لك سيد محمد الجميل الكاتب والباحث السياسي، وشكرا لحضورك، واشكر ايضا استاذ الاعلام السياسي في جامعه الملك سعود دكتور مطلق المطيري. شكرا موصول لكم مشاهدينا ولمتابعتكم، نلتقي غدا في امان الله.